نشر الدولي المغربي حمزة منديل على صفحته بالانستغرام صورة تجمعه بزوجته وهي في شهور الحمل بعدما برز بطنها منتفخا، حيث ظهر الكوبل سعيدين بهذا الحدث المهم في حياتهما. وظهر حمزة منديل لاعب ديجون الفرنسي ببدلة مزركشة بنية، فيما ارتدت الزوجة فستانا أبيض ظهرت من خلاله علامات الحمل. وانهالت عليهما التعليقات بالتهنئة والتبريك بمناسبة انتظارهما مولودهما الأول بعد قرابة السنة من الزواج. يشار إلى أن حمزة منديل يلعب معارا لفريق ديجون الفرنسي قادما من شالكا الألماني لموسم واحد. أما على مستوى المنتخبات الوطنية فمنديل تواجد في الآونة الأخيرة بلائحة الناخب الوطني البوسني وحيد خليلوزيتش.